سالو مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا نموذج اخر من ليفاليسيون، يعني الامتحان الاول اللي عندكم في الدوره الثانيه، كومبريونسيون اي لونغ. دونك بالنسبه للامتحان كندير لكم الصوره ديال الكتبه بجوج، لور دو فرونسي، التلاميذ اللي كيقراو بلور دو فرونسي والتلاميذ اللي كيقراو باركور، حيت بجوجكم عندكم في هاد الدروس الاولين عندكم لا ديسكريبسيون بجوج، يعني دروس مشتركه، كاين بعض الدروس مشتركه عليها كندير لكم امتحان. اما ملي كيكونوا مثلا اغلبيه ديال التمارين عند غير لور دو فرونسي، صافي كندير غير الصوره ديال لور دو فرونسي. هنا دونك عندنا هاد لو تيكست هذا. وقبل ما نبداو بالنسبه للامتحانات اللي سبق قدرتهم، اللي جديد في القناه يدخل البلاي ليست، غادي يلقى النماذج كامله اللي خدمت ديال الامتحانات، الانشاءات، اي حاجه محتاجينها. ولا ما لقيتو شي حاجه مثلا شي درس، خليو لي غير كومونتير، نصيفط لك اللين ديالو، قول لي شنو بغيتي. دونك هنايا نبداو لو تيتر، بول مون فرير. دونك هنايا عندنا مون فرير بول، يعني هاد لو تيكست هذا فيه لا ديسكريبسيون، الوصف غادي يوصف لنا الاخ ديالو اللي سميتو بول. مون فرير بول ايتي، دونك مون فرير بول ايتي طاجي دو 3 زون، يعني هذا الاخ ديالو عنده 3 زون، 3 سنين. اي لافي لا بو بلونش، يعني لون البشره ديالو بيضاء. لي جو والحناك ديالو لي جو غوند، دائريين. افيك دو غون زيو، يعني وعينيه كبار. دام بلو، يعني عينيه هنايا كبار. دام بلو كلير، يعني واحد اللون الازرق اللي مفتوح زوين. اي دي بوكل بلوند، يعني لي بوكل هكا بلوند، يعني اشقر. اي لي تي اكتيف، يعني نشيط. نو بلوري جامي، ما كيبكيش. اي جوي تو سول، وكيلعب بوحدو. نو تو سول سور اون طابل، كيلعبوا في واحد لا طابل. افيك ان بوشون او افيك نيمبورت كيل اوبجي اوتر اوبجي، يعني اي حاجه اي شيء لقاه في داك لا طابل كيلعب بها، غلاقه ديال شي اي حاجه كيلقاها كيلعب بها. كي لوي طومبي سولا ما، اي حاجه طاحت في يدو كيلعب بها. مي اي لافي، ولكن اي لافي توجور بوكو، ولكن ديما عنده بوكو، يعني اغلبيه الاوقات توجور بوكو دابيتي، يعني عنده ديما الشهيه مفتوحه. اي ريكلامي طول لو طون ا مونجي، وديما باغي غير ياكل. دو طون ا اوتر il y avait un drame éclair، on le voyait دونك نمشي بان لكم لو تيكست. on le voyait tout à coup s'avancer، كيبان لنا فجاه s'avancer تتوبون، لي برا اكارتي، لا فيغور توت روج، إل إتي أون تخان ديتوفي، يعني بعد مرة كي كنحسو بيه بحال لي غادي تخنق هاكا، وجهو لا فيغور توت روج، يعني وجهو كامل كيولي حمر، إل إتي أون تخان ديتوفي، يعني كيتخنق. ما ميغ أفولي، يعني أفولي يعني بحال كتبغي تسطاي، يعني كتحماق مكتعرفش شنو عدير. فخابي دون سون دون، كتبقى تخبط له في الدار ديالو، يعني كتقلبو تخبط له في دارو، يعني ربما كيبقى يبكي، ولا مثلا بحال شفت اللي كيبقاو يبكيو كيقطعوا النفس. اونفونسي ان دوا دون سا غورج، يعني كتدير له تسخشي صبعها في لا غورج ديالو باش هكا. او لو سوكوي، ولا كتبقى تحركو. اون لو تونون باغ دي لي طالون، يعني شاده من رجليه وكتحرك فيه باش ما يتخنقش. Alors, dans un râle sonore, il expulsait une grosse olive noire, un noyau de pêche ou un morceau de pain. يعني هو كدرت ما فيه الحركة بزاف، حتى كنلقاو فجأة تخنق، كيكون خاشي شي عظم ديال زيتون خنقو، ولا عظم ديال شي بيش الخوخ، ولا شي طرف ديال الخبز وحليه فمو مورسو دو بان. يعني كي راكم عارفين الدراري الصغار كيدير شي حاجة اللي كعاك اللي لقاها كيخشيها فمو. Après quoi, il reprenait tranquillement ses jeux, من بعد صافي كيولي يرجع يلعب عادي، en souriant مبتسم. Donc بالنسبه للكيستيون، choisis la bonne réponse، اختار الجواب الصحيح. Choisis la bonne réponse. Ce texte est Pluton. Donc هاد لو تيكست هذا، دونك هاد لو تيكست واش ديسكريبتيف ولا ناراتيف؟ حنا عندنا في التكست كيكونوا بجوج، مثلا كتلقاو الحكي لا ديسكريبسيون، وكتلقاو لا ناراسيون. كي عاد ديروا كتشوفوا شكون لي دومينونت كثر، واش لا ديسكريبسيون
الحكي هو اللي عندنا بزاف، ولا كتشوفوا لا ناراسيون هي اللي كاينه اكثر. اذا هذا الوصف هذا انا تلحد هنا كانوا كيوصفوا لنا، كيوصف لنا لا 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 كيوصف لنا اخوه. دونك هنايا اغلبيه عندنا شنو لا ديسكريبسيون. دونك شوازي لا بون ريبونس. دونك هنايا نديرو مثلا سطروا عليها ديسكريبتيف، نتوما تكتبوا ديسكريبتيف. دو كيل تيب دو ديسكريبسيون ساجيتيل دون سو تيكست، شنو هو نوع هاد لا ديسكريبسيون اللي كانوا كيوصفوا لينا في النص. كوشي لي بون ريبونس. دونك واش لا ديسكريبسيون دان ليو، واش كانوا كيوصفوا لينا ان ليو مكان، ولا بورتري مورال المورال ديال واحد لا بيرسون كيفاش هو داير، ولا البورتري فيزيك الوصف ديال الجسد ديال الانسان، ولا ديسكريبسيون دان انيمال، ولا كانوا كيوصفوا لينا انيمال لي حيوان. دونك هنايا كان عندنا لا ديسكريبسيون غوند لي زيو بلو، كان عندنا لي بوكل بلوند. هنا عندنا لا ديسكريبسيون مورال اكتيف ne pleurez jamais, jouez tout seul. Donc, mais il y avait toujours beaucoup d'apaisier avec la mettant, deux autres, il y avait éclaté le voyou. Donc, Naya, la figure rouge, Naya, Nam Khalta, Naya, la description, les cantes, physique ou morale. Il y a aussi une chouïa, le physique, ou Hadrolina, le moral, un ou actif, m'équipe quiche, etc. دونك هنا نديرو مثلا دو كيل تيب ساجيتيل. دونك كانت عندنا نديروهم بجوج بورتري مورال و بورتري فيزيك. باش يبان ليكم التكست مزيان qui est le personnage décrit dans ce texte. Question 3, شكون هو البيرسوناج. Question numéro 3, qui est le personnage décrit dans ce texte. شكون البيرسوناج اللي وصفوا لينا في هذا التكست هذا هو بول. دونك ils ont décrit هنا شنو اللي وصفوا لينا بول. هنا غادي نجبدو complète le tableau suivant par les des indications fournies dans le texte. يعني في لو تيكست غنجبدو بو هاد لي بارتي ديكريت الاعضاء ديال الجسم مثلا لي بارتي دكور ديالو، نشوفو البو ونشوفو كاركتيرستيك باش نعتوها لينا. نرجعو لو تيكست عندنا هنايا بو بلونش يعني لون البشره ديالو بيضاء بلونش. اذا نجيو هنا وغنكتبو بلونش. بالنسبه لي جو، لي جو يعني الحناك ديالو. دونك نجيو نشوفو هما لي جو غوند دائريين. لي زيو بالنسبه لعينيه قالوا لينا ها هما دو غرو زيو دان بلو كلير، يعني دو غرو زيو يعني عينيه. غنكتبو مثلا هنا les yeux de grands yeux d'un bleu clair. Donc la question 5 relève تخرج dans le texte trois traits de caractère du personnage décrit. Le caractère ديالو المورال ديالو هو كيفاش داير كاركتير ديالو. Il est actif. هيا ثلاثة، الأولى هي كاركتر ديالو كيفاش إنسان اللي هو أكتيف نشيط. عندنا الثانية نو بلوغي جامي يعني كاركتر ديالو ما كيبكيش. والثالثة شنو عندنا جوي تو سول كيلعب بوحدو. هذا كاركتير ديالو كيلعب بوحدو عادي. نقدر نقلبو نلقاو شي حاجه اخرى. دونك جوي تو سول سور ان طابل نيمبورت كيل اوبجي. اي لافي توجور بوكو دابيتي يعني فيه ديما عنده ديما الشهيه، يعني ماشي شي واحد اللي مثلا ما كياكلش.
كاركتر ديالو. الا في توجور تكتبو هادي، الا في توجور بوكو دابيتي، ولا مثلا جوي تو سول. دونك شوفوا دابا لونغ اي كومونيكاسيون، اكري كوريكتومون لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كي سون اونتر بارونتيز. عندنا هاد لي زادجيكتيف هادو اونتر بارونتيز، نكتبوهم بوي بلاس لي دون لو تابلو سي دو سون، ومن بعد ملي نقادهم نحطهم في التابلو. يعني نقول فين هو ادجيكتيف ايبيتيت، فين هو ادجيكتيف اتريبي ابوزي. دونك هذا يديروا غير لادجيكتيف ايبيت كاليفيكاتيف، وسميت القناه غادي يطلع لكم هاد الدرس هذا شرحه مزيان بالديتاي. يعني انا في ليفالياسيون كنكون كنخدم غير التمارين، ولكن القواعد كنكون درتهم فيديو اخر، يعني هكا باش ما نطولش عليكم. هنا قال لك اكري كوريكتومون مون امي افي اون بوتيت بوش. انا شنو هادي لي بوتي؟ صغير لا بوش، ولا بوش فيمينا. اذا انا خصني ضروري نجي هنا نكتب بوتيت، نزيد او ديال فيمينا باش ناكوردي هادي مع الفيمينا. وهاد الى في اون بوش بوتيت لا ميتريس ايمابل نو سالويا جونتيمون. دونك ايمابل هتبقى بحال هكا ما تبدلش. ils étaient intelligents. Donc intelligents هما جمع اي ال، يعني نديرو ils étaient intelligentes هما جمع فيمينا، يعني فيمينا بلوريال. ايبيتيت هو بوتيت. شنو هو ايبيتيت؟ هو اللي كيكون لاصق على الاسم اللي كنعتو بوتيت، بوتيت بوش لاصق عليه، هذا كيتسمى ادجكتيف ايبيتيت. دونك نكتبو بوتيت. اتريبي هو اللي كيكون سيباري بفيرب ديتا. انا كنعت هاد البنات هادو ال مالهم انتيليجونت ولكن بعيد عليه، شنو فرقو؟ فرقو ليا فيرب ديتا. اذا هذا اتريبي. و ابوزي هو اللي كيكون سيباري فيرغول ايمابل. دونك كيسيون 2 Soulignez le complément de nom dans la phrase suivante. Complément de nom. Le professeur porte une chemise. Had la chemise, had le nom, had la chemise. Ism. Quand qu'il me l'a fait, nous le complément de nom dit elle. T'as mis la dit elle. Il a dit carouette à carreau. Complète les phrases suivantes en utilisant les indicateurs de lieu. Je me trouve. Qu'est-ce qu'il me cherche? Dit elle le mécan. Donc, je me trouve. Dit elle me cherche le mécan. دون وتقول يعني فين نتاعي. جو مو تخوف لقيت راسي دون مثلا دون زان نون دغوا، لقيت راسي مثلا واحد المكان ما معروفش. هنايا دون هنا بدلنا جو سوي زالي او سينما. دونك هنايا كلاس لي زيكسبرسيون سويفونت، عرتبوا هاد لي زيكسبرسيون. عندنا لو موا بروشان الشهر الجاي، و افون ييغ افون تيير، يعني هادي كتهضر يعني البارح كتهضر على الماضي. لو موا بروشان الشهر الجاي حاضر، مانتونو بلوتون فيتور، و مانتونو حاضر دابا. عرتبوهم فين هي لو باسي؟ ها هي افون تيير تكتبوها هنا باسي، لو موا بروشان الشهر الجاي ها هي فيتور، مانتونو ها هي بريزون. دونك هنا عندنا هاد لو طابلو هذا في كوريسبوندغ لي بارول دو لا كولون ا، هاد هنايا اللي عندنا انونسي او بيرسوناج دو لا كولون بي. يعني هنايا جو تو بروبوز، كنقترح عليك جو تو بروبوز دالي ا لا بيسين سيت ابري ميدي. انا كنقترح عليك تمشي لا بيسين سيت ابري ميدي باسكيل في شو، حيت كاين الصاد. شكون اللي يكون قال هذه الجمله؟ واش اون بيرسون كي بارل ا سون امي دو ديرني رومو، كيهضر معاه على الرومو، انا ما عندنا حتى شي رومو قالوها لينا، ولا دو كاماراد على سورتي دو كوليج، جوج ديال الاصدقاء كيهضروا هما خارجين من الكوليج، ولا ان بروفيسور كي بارل ا سون كوليغ. اذا هذا غنمشيو لا بيسين، هذه جوج ديال الاصدقاء قالوها.
جي ادوري سو رومون، يعني عجبتني هاد الرومون، الي مانيفيك، رائعه. اذا هنا اون بيرسون، شي واحد كيهضر كي بارل ا سون امي دو ديرني رومون. هنا سي ليليف لو بلوز انتيليجون دو لا كلاس، هذا هو احسن تلميذ ذكي في القسم. هادي شكون اللي قالها؟ ان بروفيسور كي بارل ا سون كوليغ، يعني استاذ قالها صديق ديالو، يعني زميل ديالو في العمل. دونك فوالا.